الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سرخني عن الهموم والغموم ووحشة السعد ووسوسة الشيطان السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين له بالتمكين من قتالكم بريتوا إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم
إلى يوم القيامة. ولأن الله آل زياد وآل مروان، ولأن الله بني أمية قاتبة، ولأن الله ابن مرجانا، ولأن الله عمر بن سعد، ولأن الله شمرا، ولأن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابيبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني من ذكى وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا بالآخرة يا أبا.